بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتنا الأعزاء، نكمل الاختبارات الخاصة بالمتسلسلات بعد أن أخذنا الجيومتريك سيريز وأخذنا البي سيريز. الآن عندنا الانتيجرال تيست. لو فرضنا عندنا السيريز أن يساوي لي أن إلى إنفينيتي أي أن، ممكن أن نختبرها بالانتيجرال تيست كالآتي. نفرض هذا الاي ان، هذا الاي ان هو اف اوف اكس. نفرض انه كل اي ان هي شنو؟ اف اوف اكس. اولا نقول the series، هاي المتسلسله summation ان يساوي ل ان كابيتال الى انفينيتي اي ان، هي converges متى؟ إذا كان تكامل الان سمول إلى ان كابيتال إلى ان يساوي انفينيتي اف اوف اكس دي اكس كونفيرتس. هاي رقم واحد، يعني إذا كانت نتيجة التكامل كونفيرتس ترى السيريز هي كونفيرتس. وإذا كان اف دي سيريز سميشن ان يساوي لان كابيتال إلى انفينيتي اي ان the series summation n يساوي ل n capital infinity a n diverge شوكت if التكامل هذا هو diverge. يعني هسه ربطنا السيريز مع منو؟ مع التكامل. إذا كان التكامل converge فالسيريز converge، وإذا كانت تكامل دايفيرز فالسيريز هي شنو؟ دايفيرز. حتى نفهم الموضوع ناخذ عندنا أمثلة، بس أأكد أنه هاي الأمثلة يقول اختبر لي the following series باستخدام شنو؟ باستخدام الانتيجرال تيست. حصرا من أكدت عليه معناها ممكن أن تنحل بطرق أخرى، ولكن أنا أريد بالانتيجرال تيست. مثل ما راح تشوفون المثال التالي، summation n يساوي لواحد إلى إنفينيتي واحد على N. طالب رأساً يقدر يقول يا بتر هذا P series وال diverges. ليش؟ لأن ال N ال P يساوي لي واحد، P أصغر ويساوي لي واحد هو diverges. يعني بيش رايدها بالانتيجرال تيست. زين، نروح نحلها بالانتيجرال تيست. شلون؟ هذا الـ AN يساوي لواحد على N، أفرضه هو شنو؟ F of X. إذن F of X هو شنو؟ واحد على X. راح أقول تكامل الـ N يساوي لواحد إلى إنفينيتي F of X DX، شو يساوي لتكامل من واحد إلى إنفينيتي واحد على X DX. طبعا كلنا نعرف أنه تكامل واحد على X DX هو شنو؟ هو لن الـ X. فصار لن الـ X منين؟ من الواحد إلى إنفينيتي. معناها شنو؟ لن الـ إنفينيتي ناقص لن الواحد. طبعا لن الانفينيتي هي انفينيتي، ولن الواحد هي شقد؟ مثل ما تعرفون في الصفر. فانفينيتي زائد ناقص انفينيتي زائد ناقص اي كميه هي شقد؟ هي انفينيتي. لذلك هو شنو؟ دايفيرج. بما انه التكامل دايفيرج، ايش صارت السيريز؟ السيريز ان يساوي لواحد الى انفينيتي واحد على ان دايفيرج also. هذا المثال فرع A. نروح إلى المثال فرع B، أنه summation n يساوي لواحد infinity واحد على n أس واحد على n. معناها الـ an هو واحد على n أس 1.1، وتساوي لـ الـ f of x تساوي لواحد على x أس 1.1. تكامل من n يساوي لـ n capital إلى infinity f of x dx، إيش صار؟ صار تكامل من واحد إلى إنفينيتي واحد على X أس 1.1 DX، ويساوي لتكامل من واحد إلى إنفينيتي X أس ناقص 1.1 DX. التكامل نضيف واحد ونقسم على الأس الجديد، إيش صار؟ صار X أس ناقص 0.1 على ناقص 0.1. منين؟ من الواحد إلى إنفينيتي، أو نقدر نقول هو ناقص 10 على X أس 0.1. منين؟
من الواحد إلى إنفينيتي، ويساوي لي ناقص 10 على إنفينيتي أس بوينت 1 ناقص 10 على 1 أس بوينت 1 ويساوي لي ناقص 10. إذن شنو؟ سوري، يساوي زائد 10. إذن شنو؟ كونفيرز. فبما أنه نتيجة التكامل كونفيرز، إيش صارت نتيجة السيريز من أن يساوي الواحد إلى إنفينيتي واحد على N 1.1 converts also. ومثل ما قلت لكم احتمال هي تنحل بغير طريقة أسهل مثل هذا السؤال. واحد يقدر يقول ترى P series P أكبر من واحد إذا converts مباشرة، بس بما أنه حددت أريد بطريقة التكامل إذا أي حل غير هذا الحل هو خطأ. الفرع الثالث من هذا السؤال، واحد على N لأن الـ N تربيع، إذن الـ AN هي واحد على N لأن الـ N الكل شنو؟ تربيع. وتساوي لي F of X، F of X تساوي لواحد على X لأن الـ X شنو؟ تربيع. إذن تكامل من N يساوي لي 2 إلى إنفينيتي F of X DX راح يصير تكامل من 2 إلى إنفينيتي واحد على X، واحد على X أقدر أقول لأن الـ X أس ناقص 2 دي اكس، رفعتها وخليت الأس سالب. مثل ما تعرفون مشتقة داخل القوس للن هي شقد؟ واحد على اكس موجودة، فأقدر هسه أعامل هذا كقوس مرفوع إلى أس معين، أضيف واحد وأقسم على الأس الجديد، إيش صار عندي التكامل؟ صار عندي لن اكس أس ناقص واحد من 2 إلى انفينيتي ويساوي لي لن اكس ناقص واحد على شنو؟ على ناقص واحد، او يساوي لي ناقص واحد على لن الاكس من 2 الى انفينيتي ويساوي لي ناقص واحد على لن الانفينيتي ناقص واحد على لن الاثنين. طبعا هذا لن الانفينيتي يساوي صفر، هذا راح يصير موجب واحد على لن الاثنين. اذا عدد معين معناها كونفيرجز، بما أنه التكامل كونفيرج صارت الدالة أو السيريز أن يساوي 2 إلى إنفينيتي واحد على N في لن N سكوير صارت كونفيرج also. الآن نروح إلى المثال أو الحد الرابع بهذا المثال، سميشن N يساوي 1 إلى إنفينيتي واحد على تحت الجذر N، يعني الـ AN شي يساوي لي واحد على N أس نصف، يعني الـ F of X شو تساوي لي؟ واحد على X أس نصف. تكامل من أن يساوي لي واحد إلى إنفينيتي F of X DX راح يصير تكامل من أن يساوي لي واحد إلى إنفينيتي و X أس ناقص نصف DX. طبعا تكاملها أبسط ما يكون، صار X أس نصف، نضيف واحد نقسم على نصف منين؟ من واحد إلى إنفينيتي ويساوي الاثنين X أس نصف من واحد إلى إنفينيتي ويساوي لي اثنين في تحت الجذر إنفينيتي ناقص اثنين في تحت الجذر للواحد. طبعا إنفينيتي زائد ناقص أي كمية شي يصير إنفينيتي، إذن دايفيرج. وبما أنه صارت نتيجة التكامل دايفيرج، إذا سميشن N يساوي لواحد إلى إنفينيتي واحد على تحت الجذر N دايفيرجز، وممكن إيجادها ولكن ما رايدها بطريقة البي سيريز، البي يساوي لنصف وهو أصغر من واحد، إذا دايفيرجز مباشرة. وشكراً.